تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. تحسين قدرات أداء الدماغ من أهم أهداف التعليم والعلوم المعرفية، ويمكنها أن تساعد على تحقيق هذا الهدف. بعض الدراسات أثبتت أنه من الممكن أن نحسن نتائج التعليم. هذا الأسبوع سنتعرف على هذه الطريقة، خاصة بالنسبة لمن يعانون من صعوبات في التعلم. هل يخشى أطفالكم القراءة بصوت عال؟ هل لديهم صعوبات في المدرسة؟ فربما بفضل تدخل معرفي أكاديمي يمكنهم التغلب على هذه الصعوبات، مثل هذه المدرسة الفرنسية في باريس. في مدرسة سيرين في باريس تم فحص 18 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة يعانون من اضطرابات في التعلم. هذه الاضطرابات تدعى ديس أو عسر، من أشهرها عسر القراءة، عسر الكلام، عسر الكتابة، عسر الحساب أو عسر الأداء. أنا لا أحب القراءة. دوريان تعاني من عسر القراءة، وصعوبتها تتمثل في تعلم القراءة. عسر القراءة يتمثل في صعوبة القارئ في التعرف على الحروف والكلمات والجمل. هنا نشعر أقل بالاختلاف عن الآخرين، ففي المدارس العادية نعاني من صعوبات أكبر، ويتعامل معنا البعض كأطفال معوقين. يحتاج الأطفال الذين يعانون من عسر معين لأكثر وقت للتعلم. في مدرسة سيرين، الإمكانيات والمرافق التي تستخدمها المدرسة بالإضافة إلى عون الأساتذة والأطباء يمكن التلاميذ من التغلب على صعوباتهم. منح وقت خاص لكل تلميذ يمكنه من التمعن في الدرس وفهمه جيدا، فعندما يكون التلميذ بمفرده يواجه صعوبات في ذلك. تتراوح نسبة المصابين بعسر بين 8 و12%، وما زال الجدل قائما حول العسر لدى الأطفال. بالنسبة لإرفي غلازال، مدير ومؤسس مدرسة سيرين وهو كذلك مختص في الطب العصبي والنفسي، الدعم المدرسي مهم جدا بعد القيام بالفحوصات العصبية اللازمة. مشروع مدرسة سيرين هو الجمع بين علم الأعصاب المعرفي والتعليم. ما زلنا نعتقد حتى اليوم أن التعليم هو فن البيداغوجيا. فالمدرس لا يجب أن يقتصر فقط على التمكن من أداء مهنته، بل يجب عليه كذلك أن يفهم طريقة عمل الدماغ لكي يتمكن من السيطرة على قسمه وتأكد من أنه فهم الدرس. مدرسة سيرين الوحيدة من نوعها في فرنسا تأسست سنة 2011. تبلغ تكاليف الدراسة حوالي 1000 يورو في الشهر، مع إمكانية الحصول على تعويض جزئي. لقد استعاد الأطفال فرحهم وحبهم للمدرسة، وهذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة إلينا. عادت الابتسامة وثقة في النفس للأطفال، وما إن يستطيعوا تجاوز تأخرهم حتى يمكنهم الالتحاق بالمدارس العادية. الآن سوف نذهب إلى جنوب إسبانيا، وبالتحديد إلى مركز يستعمل آخر التقنيات العلمية لفهم طريقة عمل الدماغ عندما نقرأ، عندما نعد، أو عندما نتعلم لغة جديدة، والهدف تحسين مستوى التلاميذ. انظروا. بيسيبال مركز عالمي للدراسات المتعددة في مجال المعرفة، الدماغ واللغة، ويقع في حديقة تكنولوجية في سان سيباستيان في مقاطعة الباسك في إسبانيا، وقد أسس سنة 2008. مهمته الأولية اكتساب وفحص اللغة، وأهدافه الكبرى تعلم لغة ثانية وتعلم الحروف. خلال هذه المهمة يعمل العلماء بعون من المدرسين على تطبيق البحوث المتقدمة في القسم.
لدينا مخبر وسط أحد المدارس، وفي المستقبل قد تساعد بعض اكتشافاتنا على تحسين نوعية عيش الأطفال الذين يحتاجون إلى طريقة تعليم خاصة. هنا ندرس مشاكل تعلم اللغات، ومن بينها عسر القراءة، وهو اضطراب لدى أطفال ذو ذكاء عادي ودراسة عادية ولا يعانون من أي اضطرابات عقلية أو نفسية. يمكن أن نلاحظ عسر القراءة لدى الأطفال منذ السنة الأولى من التعليم، عندما نرى أن لديهم صعوبات في التعلم مقارنة بالآخرين، وعندما لا يستطيعون فهم الكلمات والجمل. هذه هي العلامات الأولى التي تدل على الخلل ومحاولة التعامل معه في المستقبل. نستخدم أساليب وتقنيات أيضاً لدراسة اضطرابات أخرى أقل شهرة. عسر الحساب ينتج عن ما نسميه بالمفهوم الرقمي، وهو ما يوجد كذلك عند القرد الهندي الصغير أو عند بعض الحيوانات، وهو ما يمكننا من التفريق بين الأشياء وتقييمها. عسر الحساب يوجد في منطقة من الدماغ عندما تبدأ الخلايا العصبية في العمل، فإنهم يستهلكوا طاقة. معهد سان سيباستيان متخصص في دراسة اللغة، وهو الوحيد من نوعه في العالم، ويدرس الاختلاف التام بين اللغة الإسبانية واللغة الباسكية. تلعب الذاكرة دورا هاما في تعلم اللغات، فما هي طرق التعليم التي تمكن من التحصل على ذاكرة قوية على مدى طويل؟ هل يراجع المراهق دروسه في وقت غير مناسب؟ الدكتور بول كيلي الرائد في ميدان طرق التعليم الجديدة يشرح لنا نظريته. يحاول التعليم خلق ذكريات نستحضرها على مدى طويل. كيفية تحويل الدماغ المعلومة إلى ذكرى هي صلب موضوع طريقة تعليم البريطاني بول كيلي، عندما كان يترأس مؤسسة تعليمية قام بالعمل بنظرية ساعات التعليم المتباعدة. يبدأ الطلاب يومهم آخر الصباح ولهم ثلاث حصص قصيرة تتخللها فترة راحة. ألم تشعروا يوماً بالملل في المدرسة؟ ألم يشعر أطفالكم يوماً بالملل كذلك؟ أكيد أن هناك أسباب، فالدماغ لا يمكنه أن يعمل أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة. ورغم ذلك فإن التعلم له تقريباً سرعة الحلزون، ساعات التعليم المتباعدة هي الحل. يمكن أن نتعلم كماً هائلاً في 20 دقيقة، ثم نأخذ قسطاً من الراحة لمدة 10 دقائق، لأن الجسد بحاجة لهذه الراحة عند تغييره للخلايا لخلق الذاكرة. لدينا كم هائل من الأشياء التي يجب أن نتعلمها، فمثلاً المكتبة البريطانية تعد آلاف الكتب كل أسبوع مقارنة بعهد نيوتن الذي عرف آلاف الكتب فقط في السنة لمتابعة بحوثه. إذن ما الذي ترك لنا من بحوثه؟ سر الجاذبية؟ وما الذي ترك لنا باحث العصر اليوم؟ سر استيقاظ الشباب في ساعة متأخرة. اكتشف العلماء عام 2000 في دماغنا منطقة تحدد لحظات النوم واليقظة وأشياء أخرى نقوم بها خلال يومنا. الأطفال والمراهقون في حاجة لساعات إضافية لكي يستيقظوا، وهذه حاجة لا يمكن الاستغناء عنها. إذن عوضاً أن نجبرهم على الاستيقاظ باكراً، ممكن أن نغير ساعات عمل المدارس. انظروا كيف يمكن لجسم الإنسان أن يكون رائعاً. فأنا أمشي وأتكلم وأستمع لأصوات الطريق وأفكر في الوقت نفسه، والدماغ هو الذي يمكنني من فعل كل هذا. كيف يمكننا أن نتصور أنه إذا ما طلبنا من شخص أن يجلس لمدة ساعة كاملة ويستمع ليتعلم دون ضجر؟ قبل أن نترككم يهمنا أن نعرف رأيكم حول الموضوع. هل أنتم موافقون على طريقة ساعات التدريس المتباعدة لتحسين الذاكرة أو لا؟ ابعثوا لنا بأرائكم وأفكاركم عن طريق الشبكة الاجتماعية. إلى اللقاء.
Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.